بسم الله. المصريين عاملين شغل عالي. اولا الف مبروك لكل مصري على فوز منتخب مصر، لان الفيديو ده بيتصور وقت ما مصر غلبت المغرب وهتقابل الكاميرون، ربنا ييسر لهم يا رب، وخير خير ان شاء الله، احنا متفائلين. خمس نصايح لاي حد مغترب، واهم نصيحه وهي صادمه فعلا وانت ممكن ما تسمعنيش بعد كده بسببها، هي اخر واحده. يلا بينا. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا، انتوا عارفين ايه ده؟ هنبقى نتكلم عنه في مره ان شاء الله. طيب، اي حد مغترب عارف معنى الكلمه دي كويس جدا، وعلى راي المثل عندنا في مصر بيقول اسال مجرب ولا تسالش طبيب، وخصوصا لو كانت الدنيا في البدايه الدنيا كلها مخبطه وصعبه فوق ما كان يتخيل، ومره واحده سامحوني في اللفظ يعني لقى الخوازيق عماله تخش عليه من كل اتجاه، ما بقاش ملاحق ياخد مين ويسيب مين. الاسوأ من ده كله صديقي صحابك وبعض من اهلك اللي افتكروا خلاص اول ما انت ركبت الطياره انت تبناك ساري عربي او غني اجنبي، وانت دلوقتي متنغنغ في النعيم والسراء الفاحش، ما يعرفوش اللي فيها، ما يعرفوش اللي فيها. وبين ده كله في نوع من الناس كده انا بحترمهم جدا، ما بيحبوش يقلقوا اهلهم واصحابهم عليهم، وكل اجاباتهم بتبقى الحمد لله مستورة وماشية الحمد لله. الناس دي بحترمهم جدا، الناس دي فعلا ربنا بيسترها عليهم، الناس دي فعلا ربنا بيسخر لها ولاد الحلال ويسهل لهم دنيتهم جدا. ما بقى لو انت مغترب يا صديقي فخد الخمس نصايح دول من اخوك، واختصر على نفسك الوقت والجهد وابدأ اعمل بيهم احسن لك. النصيحة الأولى، بلاش عشم، الغربة ما فيهاش عشم، كلنا هنا في الغربة جايين علشان حاجة واحدة وهدف مشترك بين 99% من المغتربين، هي مصلحة معينة أو هدف معين أنت عايز توصل له وتارجت أنت عايز تحققه، فبتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تعمل ده، فبلاش تتعشم زيادة علشان هي علاقة طردية عكسية ثلاثية الأبعاد بين العشم والخازوق، فكلما زاد العشم زادت حدة الخازوق للأسف. يؤسفني ان انا اقول لك كده. النصيحة التانية، يا حبيب قلب اخوك ما ينفعش وانت في الغربة تاخد قرار قبل الفترة دي، وهي من 6 شهور لسنة، علشان تعرف تشوف اذا كنت هتكمل ولا مش هتكمل، هترجع ولا ناقص ايه عندك تبدأ تطوره وتشتغل عليه وهكذا وهكذا، وده مش هيبان لك في اول شهر او تاني شهر او تالت شهر، فاتقل واهدى وريح ضغط اعصابك، لان طول ما دماغك دي مرتاحة من التفكير وهدك التفكير مش كبير، صدقني هتعرف تفكر وتقرر وتاخد قرارات صح كتير. النصيحة التالتة، بص بقى انت تاخدها على بعضها وزي ما هي كده علشان نختصر على بعض وقت الفيديو ووقتك ووقتي، اللي يتعمل في 3 سنين يا صديقي اعمله في سنة علشان تنجز وتعرف تعمل حاجة في الغربة اللي انت متغربها دي، مش هيبقى غربة وشحططة وبعد عن اهلك وولادك وابوك وامك ومش عارف تعمل حاجة، مش لوجيك. فأول سنة محتاج التفكير والتركيز والشغل يبقوا 3 أضعاف تركيزك العادي، اللي يتعمل في 3 سنين حاول تعمله في سنة، هترتاح جدا والدنيا هتبقى معاك زي ما بيقولوا كده، مش عارف بس هتبقى حلوة. النصيحة الرابعة، العلاقات والمعارف بينفعوا جدا 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 في الغربة، فكون ان انت بتعرف تعمل علاقات وبتبني معارف بسهولة صدقني ده هيوفر عليك كتير جدا جدا جدا. انك تكون بتعرف تعمل علاقات ده هيساعدك ان انت تنجز المهمة اللي انت مسافر علشانها بسرعة جدا، وكذلك العكس صحيح، فلو انت ما فاكش الميزة دي حاول تكتسبها او تتعلمها، صدقني والله هتفيدك جدا، ولو انت اوريدي في الغربة حاول تعمل بيها، ابني علاقات مع اي حد تيجي صدفة بينك وبينه هينفعك، لو مش دلوقتي صدقني قدام. وزي ما قلنا في النصيحة الاولانية، احنا كلنا هنا علشان مصلحة واحدة وهدف واحد، كل واحد فينا عنده تارجت عايز يوصله، وكلنا بنبقى فترات في حياة بعض، استغل الناس اللي بيبقوا موجودين في حياتك استغلال صح طبعا، اوعى دماغكم تاخدكم لبعيد. النصيحة الخامسة والاخير، وللاسف لحد اللحظة اللي انا بكلمكم فيها دي مش عارف اكمل ولا لا او اقولها اصلا ولا لا، لان انا عارف ان في نسبة كبيرة جدا من اللي بيسمعني او بيشوفني دلوقتي ممكن اصلا ما يشوفنيش تاني بعد ما يسمع الكلام ده مني، بس ده واقع، حرفيا ده واقع انا عشته، وكل واحد مغترب
عارف اللي انا هقوله ده كويس جدا وعاش اللي انا هقوله ده كويس جدا. الكلام ده اتقال من مصريين كتير في الغربه ومن غير مصريين كمان. ليه يا جماعه احنا كمصريين اكتر ناس بنضحك على بعض في الغربه؟ ليه يا جماعه احنا كمصريين اكتر ناس بينا ما بيكونش على بعض في الغربه؟ انا مش عايزك تعمل حاجه في صالحي، يعني ما تعمليش حاجه شكرا، مش طلبها منك، بس ليه تضرني؟ ليه تيجي عليا؟ ليه يا اخي ده احنا مصريين زي بعض. المصريين في الغربة مش ألطف حاجة للأسف. العنصر ده بالذات أنا ما حضرتوش علشان قسما بالله أنا بقوله وقلبي بيتقطع، إحنا مش كده، أصلنا مش كده، معدننا مش كده. أنا اتصدمت في مصريين كتير على الرغم إن فترة غربتي لسه صغيرة، بس اتصدمت جدا في ناس كتير الواحد كان شايفها في حتة وطلعت تحت، أنتوا مش هتشوفوها علشان أنا نزلت تحت قوي بره الكادر أصلا خالص. ليه؟ احنا طيبين والله، احنا الجدعانة بتجري في دمنا، احنا شعب اصيل، احنا قلبنا بيبقى على بعض، احنا تربينا على كده وكبرنا واهالينا بيعلمونا كده، وكل الناس في الدنيا عارفة ده كويس. ليه يا جماعة احنا في الغربة بنقسى على بعض قوي كده؟ ليه احنا في الغربة ما بنعملش حساب لده كله؟ ليه؟ زي ما قلت من شوية، ما تعمليش حاجة في مصلحتي بس ما تضرنيش. ثانية واحدة علشان اكون منصف برضو، 90% من المصريين المغتربين ينطبق عليهم الكلام اللي انا قلته، لكن في جزء لسه متمسك بمبادئه واصله ومعدنه الغالي قوي، معدنه المصري الحقيقي اللي فعلا فعلا لو قاعد جنب اخوه اللي مش من امه وابوه وحسه ان هو نفسه في اللقمه اللي قدامه مش هياكلها ويديها له، والله ده المصري، وكل العالم وكل الدنيا عارفه ان ده المصري، ودول جزء اصيل ومعدنهم غالي قوي. ممكن اي حد مش مغترب ما يفهمش الكلام اللي انا بقوله دوت، او ممكن يفتكره اوفر شويه، بس على النقيض كل اللي مغترب للاسف والله في ناس ممكن تعيط من بعد الكلام اللي انا قلته دوت لانه بيوصف حالهم للاسف. ف اسال مجرب ولا تسالش طبيب، والمجرب هيعرف قيمة الكلام اللي انا بقوله ده. فلعل وعسى في يوم من الايام ربنا قدر لك وتهاجر وتغترب، بس يكون في صالحك ان شاء الله ان شاء الله. فممكن الكلمتين دول ينفعوك. لو انت مش مشترك معانا على قناة اليوتيوب اشترك دلوقتي، ادخل على اليوتيوب واكتب اسامة البهنسي واشترك في القناة، هتلاقي فيه هناك حاجات كتير تفيدك سواء اذا كانت دينية او دنيوية او اجتماعية، يا اخي حاجات كتير ان شاء الله. يلا هنحاول بقدر الامكان الفترة اللي جاية يبقى فيه فيديو كل اسبوع. دعواتكم، ربنا ييسر. السلام عليكم.